الليل 2 و 3 من نص الليل لمدي ساعتين سرك في بير مع علي الشابي على موزايك اف ام. ماضي ساعة و 37 دقيقة الليلة في سرك في بير، مازلت معكم حتى الماضي ساعتين. شاكر نضال محمد علي رباعي الليلة أمنكم سهرية. نستقبل المكالمة الهاتفية الموالية مع وردة. ألو مساء الخير. ألو على السلامة. ألو علي صباح. وي مرحبا. والله انا ملي فان نتاعك كيك سوا عندي ما نقولك ولا في سيري في سر كبير. يعيشك لاله. قداش عمرك؟ عمري 21 عادي. عمرك 21 سنه تقرا؟ اي اتيديونت في سوسا. اتيديونت مرحبا بيك. انا راش مسهرك الليله يا ورده؟ والله نستنى في البروغرام نتاعك يا علي، نحب نحكي حكايتي معني. اي نبدا نسمعك مسالش تفضل يا معك وردة. مرحبا بك. مرحبا بك. والله يا علينا في الالاج دو سيزون جي بيردي ما فيرجينيتي الالاج دو سيزون هكي سيزون. وين تعرفت عليه؟ بون صارت لي كا معناتها مع ولد حومتي كبير عليا فهمت محبين بعضنا على اساس خطبة الكل كها معناتها بشوية بشوية تعلقت بيه حبيته حبني هو زيدا فهمت. جيت كل مرة معناتها نقابله في بلاصة كل مرة في لوكال لين مرة معناتها تقابلنا وصار الفيساج هو مش هيدا موضوع. كان برضاك؟ كان برضايا كنت راضية كومبليتمون زيدا على الفيساج معناتها خاطر حبيته معناتها حبيته فهمت. فهو انا في الباك نتاعي حبيت ننجح في الباك كلك شوا فهمت كلك شوا معناتها فلوس رشوه ولا اي حاجه. شنو شنو بشويه 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 ورد شنو حبيت ننجح بالباك انا جيتي فلوس ولا جيتي موني بجي جيتي مون اوبجيكتيف ناخذ باك. اي شنو رشوه ولا فلوس اش معناتها؟ ماني قرايه ولا مش قرايه فهمت هكا اي هكا حبيت ناخذ باك وكاهو. كيفاش خديت الباك؟ تعرفت على بروف في الليسي نتاعي فهمت هو كبير علي عمره 42 وقتها وهو ديجا معناتها معروف سامحني بكلمة بزني خوها هو البروف معناتها معروف معروف بزني فهمت معناتها عنده مع التلامذة مع لي زيتيدي مع لي زيليف فهمت كيف شوية تلمسته ولا لنزا ولا تلنزا في اللي كتلي لخطلات فهمت كيف عرفت اللي هو معنيتها هكيكا بشوية بشوية حبيت نقرب له هذي كان اللي صار قربت له بروف نتاعنا ماتير ساعة والله ما عرفش كل شيء سانسيل معنيتها ماتير مهمة معنيتها قربت له قربت له كيفاش قربت له سالي مسيوش نحوي لك مسيوش بشوية بشوية بالكلمة بالكلمة ولا صدعاني على قهوة نعمل قهوة وين مش نعمل قهوة بون فيتك نحنا بلادنا معناتها معروفة فهمت بنت فلان خرجت مع إكس بنت فلان خرجت مع إكريك فهمت صدعاني على قهوة قال لي نعمل قهوة في بيروية بيرو في بيرو عنده بيرو هو عنده بيرو أستاذ عنده بيرو؟ عنده بيرو مش متاع مش ما هو يخدم في جامعية في بيرو في حكا في بلاصة أخرى أي أي بلاصة أخرى فهمت فهم مشينا للبيرو حكينا في الموضوع كيف باش ننجح في الباك شو حكيتو في الموضوع كيفاش باش تنجح في الباك كيفاش باش تنجح في الباك سامحني بيدو هو أما هو ينجم يسهل الطريق كيفاش ترى اش تفهمتو هو باش يسيب لي العصا باش كلم لي هو باش يسيب لك شنو؟ باش يسيب لي العصا معناتها العصا نهار الباك العصا صحيت وانا باش نفسكي وانت باش تفسكي مع حد مع حد متفقين فيه اي هكاك معناتها باش نفسكي و سي بون هذاك اللي صار معناتها هذاك اللي صار في الباك البرانسيبال عصا عليك في لي ماتيير الكل امبوسيبل لا لا مش في لي ماتيير الكل في الماتيير وقتها عندي شونج كوبسيون كات برانسيبال معناتها اي فاسكي خليك تفاسكي
فاشكيت وخليني نفاشكي وعلى كيفي وكيف ما حبيت نجحت في البأس. اي خطر اسمعني، هو نورمالمون راهو يعرف روحه في اخر لحظه باش يعس والا لا ويمشي يعس. انت كيفاش باش يعس عليا خاطر توت ان سيركوي توت ان سيركوي؟ انت فهمت السيركوي معناتها؟ بون ما في بلجيش معناها ما نعرفش لي ديتاي، اما سي تان المهم لقيتو يعس. وي باهي وفي بلجي باش يعس عليا معناتها. وعس عليا وعس عليا هذاك اللي صار. نجحت في الباك نجحت سي بون نجحت في الباك ومش بمجهودي ديجا. وشنو هو المقابل؟ المقابل اني رقدت معاه. اي ومن بعد شنو اللي صار؟ نجحت في الباك مشيت الفاكولتي. قعدت على علاقة بيها؟ نعم؟ لا ما طي علاقتي بيه كانت ننزح في الباك ويمشي كل واحد على روحه. بورتون هو حب يبقى ان ريلاسيون بيا وكل يو كونتاكت، ما حبيتش سي بون هزيت مصلحتي وهزيت اللي حاجتي بيه ومشيت على روحي. ما فهميش علاش باش نكمل نبقى معاه. تحكي بجدك انت؟ تحكي بجدك توا ولا؟ مش في شغل والله العظيم كيف ما لا لا نسال فيك خاطر انا صراحتك قعدت باهت فيها شوي. شنو صار يا؟ اي ليه ليه من انا مانيش كذا فيك داير، انت اللي تحكي فهمت ورده، انت اللي تحكي دونك نسمع فيك. اي مشيت للفاكولتي. مشيت للفاكولتي صاي ما عادش عندي حاجه اسمها قرايه في مخي، ما عادش نجم نقرا جو با كونسونتري دي تو. علاش علاش شبيك؟ ولا عندي حاجه في مخي اللي لازم نستعمل هيك البيرم دو ما فيرجينيتي في القرايه، معناتها لازم ينجح هكاك. الناس شو يقولوا هما؟ الناس يقولوا واحد يستعمل كفاءته الذهنيه ومجهوده الذهني في القرايه باش ينجح. انت قلت لي نستعمل في البيغ دو ما فيرجينيتي باش ننجح في القرايه. مي سي غراف. حتى في لا. سي غراف. سي غراف يا ورده. سي تري غراف. تعرف في بالك معناتها. نعرف سي بور سولا كلمتك معناتها في الفاكولتي العام الاول نجحت هكاك العام الثاني نجحت. لا استنى استنى العام الاول كيفاش؟ نفس الحكايه معناتها نشوف البروف اللي قري فيا يعني الماتير دو باز معناتها يصير هكا هكا من القاعده نعملو كيس ما عرف شنو هكا نلقى روحي ناجحه. فهمت؟ دوزيام اني كيف كيف دوزيام اني كيف كيف. سامحني يا اخي نحب نفهم حاجه. وين؟ الله يدلي قال لي كيستيون تو في الكاسك هاو باش نسأله لك ديريكتوم خاطر بالحق معناتها سؤاله في محله. يا اخي الاساتذه الكل يوافقوا مش الاساتذه الكل هكا راهو. نو مش الاساتذه الكل. كيفاش تصطاد انت الفريسه نتاعك؟ مانيش تصطاد في الفريسه نتاعي. لا انت تصطاد في الفريسه نتاعك. تعرف الاستاذ نتاع الماتيغ دو باز وتمشي له. اللي نحب عليه بس كنا زي لي مويان ما فهمت بس كنا مزينة معني فهمت. ايه قاعد نفهم قاعد نفهم. ايه معني فهم مزينة ايتو ما ناقصني شيء ما ناقصني شيء. ومن بعد كاو جاي ما ليسونس سي بون خرجت. تخرجت كيفاش عمرك 21 سنة؟ سنين تخرج فهمت؟ سنة تتخرج؟ ان شاء الله. وعاودتهم في السنوات الكل نفس الحكاية بنفس الطريقة؟ من الباك ريت من الباك قبل برسمي جيتي مونسيوني راني من قبل ما تصير هكا هذيك مع البروف هذيك معناتها كنت نقرا على روحي مونسيوني اما من بعد حياتي كل شرحت وليت ما عادش نعمل على روحي في حتى شيء. باش جو بو با كونسونتخي ما نجمش نركز في القراية فهمت هكا فيش مركزة فيش مركزة فيش وليت هكاكا معناها وليت نخمم هكاكا ما تحسش روحك انت ما حسيتش انه هذا غلط؟ نعرف وراه بعد ما نعمل اي حاجة نندم على الاخر فهمت. نندم على الاخر على الاخر على الاخر ونحس ان سونتيمون تخي بيزار فهمتني معناها اما جي ما عرفش نحس روحي مش نورمال نحس روحي تحس روحك مش طبيعية مش عادية افكتيفمون ما عادش نجم نعمل على روحي فهمت. ودارنييغمون جا واحد خطبني فهمت كي جا هو خطبني ما في بالوش بالحكايات هذوما الكل
نعرفش اسكت نحكي له وبيان ما نحكي له. باش تحكي له؟ خاطر نحبه ويحبني على الاخر. شنو هو اللي باش تحكي له؟ شنو ما نعرفش، خاطر ضميري انا بيا على الاخر، فهمت؟ وليد مع الاخر على الاخر على الاخر. زيد انت حيرتني في حاجه ورده، انه عندك القدره على معرفه الخطا نتاعك، عارفه روحك غلطه، تكمل يسكبو للهدف نتاعك، توصل له تحقه وتكمل تواصل. اسكو ما فهمتش حاجه؟ خطيبك هذايا اللي 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 معناتها شنو باش تحكي له؟ برب ما فهمتكش. امان قل لي شنو مشكلتك؟ مشكلتك باش تقول له على اللي عملته هذا؟ مشكلتي مشكلتي نحب نكمل معاه ونحب نرجع للطريقه الصحيحه، معناتها سي بون ما عادش نحب نكمل في الغلط نتاعي. ايه كومون ستوبي معناتها؟ كيفاش باش تستوبي؟ باش تستوبي مع الخطيب هذا؟ معلش خاطر هو برسمي، خليني نعرف اللي راهو القرايه حكايه فارغه، فهمت؟ معناتها هو ديما الموقف. لا 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 لا، شنو القرايه حكايه فارغه؟ مش حكايه فارغه، معناتها بسونس اللي القرايه. نو نو نو، معناتها راني هو المونكوراج، معناتها خلاني نحس اللي راني نجم نعمل حاجات من غير هكا ولا هكا، فهمت؟ هو ما في بالوش راهو، اما بالفاسون دو بارلي نتاعو والكل. فهمت؟ فكرك علاش ديجا ضميري بقى يأنب فيا باش نحكي له ولا ما نحكيلوش ولا سي فاهمة؟ أنا الحاج اللي قاعد بيت فيها، أنت علاش حكيت لي الحكاية هذي؟ قلت لك على خاطر نحب نرتاح برسمي، رايح فيا مقلقتني على الآخر، ولا تعادى فيا، وليت ما عادش نعمل على روحي حتى شيء. معناتها أي هدف تحب توصل له تمشي له بساقيك. أكيد. هذا هو. أكيد. مع خطيبك هذا اللي انت ناوي تاخذه، عندك النية انه توقف الطيار هذا والا لا يا وردة؟ صراحة بصراحة، ما انت وصلت للنهاية ولا ما وصلتش؟ ما عادش نحب. شفت شان بسيكياتر؟ لا. شوف الجملة هذه قلتها لك، مش معناتها انت مهبولة، سامحني في الكلمة، يعني مختلة عقليا، والا انت لا il faut voir un psy. Il faut voir un psy. تحكي له. يشوف الدوافع. يشوف شنو هو اللي تنزع منك، من شخصيتك، من انسانيتك. ها؟ وعلاش عملت هكاكا؟ مش باش يبرر لك، لا، باش يلقى لك الحل الامثل والحل السليم انك تخرج منها. لانه النفقه هذه مش ممكن تخرج منها. انا نخاف. خاف لا غدوة ولا بعد غدوة ولا بعد غدوتين تحب توصل لأي هدف اتحقه وتاخذ الراجل هذايا، وتحب توصل لأي هدف يستعصى عليك تعاود ترجع لنفس الحكاية. هذا اللي خوف، أنا اللي خوفني هو هذا. راهو نحكي لك الكلام تاعي، ما فما برشا فهمت، فما برشا ونعرفها، معناتها بيرسونيلمون فهمت برشا بنات كيفاش. سي فو، اسمع سي فو سي فو سي غراف اون ميم تون. جو سي، نعرف متأكدة من هذا انت؟ سي غراف سي غراف وغلط. اخزر انت، يا ريت المازق اللي وصلت له هاك تحكي لي في الحكاية قدام ما نعرفش قداش من ألف واحد قاعد يسمع. اي ونهايتها شنو هو في الاخر؟ انت انسانة ولا مش انسانة؟ انسان. علاش تنزع من الإنسانية منك وتولي تدخل في نفق متاع البشر؟ ينزع إنسانيته، يولي بضاعة. قلت لي جملة قبيلة، جملة كبيرة كبيرة كبيرة. تعرفش قلت لي ولا تعرفش شنو اللي قلت لي ولا قلت ليش؟ قلت لي أنا الهدف اللي نحب نوصله بفقداني لعذرتي، في حين أنه المفروض أنت تقول لي الهدف نوصله بمجهودي، أخلاقي، تربيتي، بمستوايا الاجتماعي، بمستوايا الذهني، بمستوايا التعليمي، بمستوايا الثقافي. هذوما الآليات اللي الآليات ولا ليزوتي اللي نحقوا بهم أهدافنا، باش تكون أهدافنا نظيفة
فهمت، ونكونوا في مستوى الإنسانية الإنسان اللي فينا، فهمت؟ أما أنك تنزع معناتها من نفسك حاجات كي معك، جو بونس كو شوف الأستاذ اللي عمل أون فات، باش نطول معك شوية، الأستاذ اللي عمل أنت غريت بيه، وحتى هو سمحني، حتى هو فقد للإنسانية زادة، سمحني، حتى هو فقد الإنسانية، لا أنت تمشي بسقية. هو عملها بامال دو فوا، سمحني، هو عملها بامال دو فوا افيك ديزوتخ إتيديون. هو غلط زادة، هو غلط زادة. سي بور سولا، سي بور سولا معناتها حطيت الحاجة هذيك في مخي، هي بديت الحكاية بالباك، حبيت على الباك، فهمت؟ في بالي الحكاية باش تقف غادي. معناتها باك وكهو فكملت معايا معناتها حتى في الفاكولتي. نسألك سؤال، بيان غدوة تحب تمشي تخدم خدمة في بوست مهم في بلاصة مهمة، بصراحة بصراحة شو ورد وجاوبني على السؤال هذا ورد بالك تهرب من الإجابة. غدوة نويت على بوست في مؤسسة كبيرة مثلا، تعاود اللي عملته السنوات هذوكم الكل باش توصل للهدف نتاعك ولا لا؟ انا ما نحبش نعاود، راني ما عادش نحب نعاود. انا عطيتك اختيارات جميع السيمو طيب، ما عادش نحب نعاود، ما عادش انا كنقول راهو برزني ونتنجح في البارك مش بمجهودك وتنجح في الفايت، جست نحكي مش بمجهودك في الحكايه، باسكو فريمون راني ندمت على الاخر على الاخر على الاخر، خاطر برسمي كيف تشوف فلينة نجحت بمجهودها مش كيفك، مش كيفي بلتو، مش اي لذة النجاح والانتصار ما تحسيش، ما حسيتش، ما حسيتش، ما حسيتش، ما تفهم نورمال ايش عميش افكتيفمون. شكون في باله بالموضوع هذا يا لونتوراج نتاعك؟ اصحاب حتى حد، حتى حد، كلهم مش في بالهم نجحت بقرايتي وفي بالهم كل قراية، بس من الاول راني من المدرسة ومن الليسي وكل. انت علاش حبيت، انت علاش حبيت تحكي لي الحكاية هذي؟ حبيت نحكي لي الحكاية هذي جوست خاطر نحب نحكي، فهمت؟ خاطر تعبتني الحالة، وجزء من الحل اسمعني هو انك حكيت ساعة، هذه اللي هذه الانتروغاتوار اللي كان باش يعملوا البسير، هذا هو انت كنت باش تمشي للمكتب الكابينه نتاع بسير باش تحكي له. ما كنتش باش نمشي للبسير. لازم تمشي، لازم تمشي، لازم تمشي، لازم تمشي. شو مي بوركوا جاني با بيزوان دان بسي ساي، معناتها نحب نفيق على روحي من غير بسي وكل، معناتها جو سي با نكلم فيك نحكي معاك، ايسكو فما أنا أدخل معايا من غير ما نمشي لبسي وكل، فهمت؟ لا بوسيبيليتي أنك توقف الطيار هذا، تاخذ قرار. أنا عندي شك أنه مش باش يوقف الطيار. أشك فوا ناخذ ديسيجيون ونرجع في الطيار. تعرفي ما أنا علاش سألتك أنا؟ تي أنا علاش سألتك توا؟ غدوة قلت لك تنوي على بوست كبير في مؤسسة مثلا خاصة ولا عامة ولا درشنو، تعاود نفس الشيء ولا لا؟ كيفاش عديت الستاج نتاعك؟ هاي برا كيفاش عديت الستاج نتاعك؟ قول لي كيف ما كنت نحكي مرة أخرى. وي الستاج هذا مع مدير مؤسسة؟ وي فهمت علاش سألتك السؤال هذاك ولا؟ فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ لأنك عودت دونك اخذر لي وردة يلفو فواق، معناتها يزمك تمشي لبسيكياتر باش تطرح الموضوع هذا عنده. أنا نحكي لك راهو باش توقف الطيار هذا وباش باش تصلح ما يمكن إصلاحه، سينو رانا باش نعاودو باش تأسس عائلة وعندك خطيب وراجل، أي ومن بعد نعاودو نفس الحكاية. خطيبك هذا قداش ليه، قداش عندك معاه؟ مش برشا. وهذا حسيته هو الراجل اللي ممكن معناتها يكون راجلك معناتها؟ لا ايه ولا الايه نتاعك ما فهمتش ايه ولا ايه، معناتها هو الراجل اللي حبيت عليه، معناتها اللي كنت نلوش. وكي تاخذ الراجل هذا يتوقف الطيار هذاك ولا ما توقفوش؟ اي تتصور،
ما عندكش إجابة حاسمة. كنسأل فيك يا سي علي، نسأل ما فيك. ما وانا مانيش بسي. اسكو نحكي له ولا ما نحكيلوش؟ فهمتي دي مشكلتي. شوف بسي تهو يقول لك شنو عمل، تحكي له ولا ما تحكيلوش؟ لازم سي يورجون، معناتها هذه حاجة يورجونت أكيدة مؤكدة، معناتها لازم. باش نقول لك غلطة غلطة سي سور، باش نقول لك الأساتذة اللي تشاركوا معاك في العملية غلطين على حد روايتك أنت هذي، فهمت؟ غلطين، أخطاء على بعضها معناتها، وماهوش معقول، وهذا يضر بك أنت معناتها كطالبة وكتلميذة كي كنت تلميذة ومن بعد طالبة، وحاجة أخرى والتلميذ اللي بمجهوده مسكين إيش يعمل؟ وما يجيبش نتيجة، وأنت من غير مجهود تجيب نتيجة، مش معقول، وتضر بسمعة الأساتذة وبالإطار التربوي. أنا مانيش معاك في أنه الظاهرة هذه عامة، امبوسيبل تكون عامة، مستحيل. تسمع فيا ولا؟ انت قلت لي فما برشا يعملوا هكا، فما برشا، اي برشا، عندنا زوز، عندنا نقولوا مثلا 300,000 طالب، ما تقوليش 300,000 طالب هكا، مستحيل. لا فوالا، دونك حالات نادره وحالات شاذة، ماشي ظاهره مستفعله بشكل كبير كبير كبير. الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. نقول الكلام هذايا مش خوفا، راهو لا تزل فن من فلان ولا من اطار كذا ولا من كذا، نزهوا جميع الاساتذه من هذايا، تفهم فيها الظاهرة موجودة، واش هذا يحفظ ولا يقاس عليه. ما عندك سؤال آخر؟ نعم ميرسي. صباح الخير لله وربي يعاونك، وإن شاء الله تقف الحكاية هذه إن شاء الله. هذه حكاية من الحكايات الغريبة اللي لا في سرك في بير. أنا والله جاتي سوربري، تفاجأت من صراحتها. أولا جرأة مش طبيعية، اثنين الموضوع حساس إلى درجة كبيرة كبيرة كبيرة، ثلاثة الطفلة في مأزق وعندها استعداد تعاود وما تعرفش إيه شنو حلها. كان لبسي هالليلة هذي كهو، ماضي ساعتين نشوفوا الواحدة في لي سكوند جات قد ماضي ساعتين تعليل. فما تليفون نعتذر له، إن شاء الله الجمعة جاي يكون هو الأولاني. نتقابل إن شاء الله الجمعة الجاية مع تحيات على دلي نضال إشاكر. تصبح على خير.